الاولاني على شابتر 1 كلام فيه بسيط وسهل، يعني اساسيات، مش حاجه صعبه خالص. وهنكمل بقى في طريقنا في الامنت، هناخد برضو ايه اللاب التاني في الامنت. هو الشابتر ده اساسا مبني على فكره الليرنج برنسبل. الليرنج برنسبل بتقول ايه؟ بتقول لو عندي سوفت وير بيمبلمنت لاير معينه عند السورس، لازم يبقى نفس السوفت وير موجود في نفس اللاير عند الديستنيشن. ايه الكلام ده؟ مثلا لو انا عندي، مش مهم هي كام لاير، مش يعني هندخل في التفاصيل بعدين، بس سي مثلا ان هنا في سندر قاعد هنا في ايده اند ديفايس، بيبعت رساله بتعدي على لاير ثم لاير ثم لاير ثم لاير لحد اما تنزل تحت خالص، تمشي في الفيزيكال مينز اوف كوميونيكيشن، سواء كانت وايرد ولا وايرلس، وتمر بنتورك كبيره جدا، وبعدين تروح للديستنيشن. بتوصل للديستنيشن برضو في ثرو الفيزيكال مينز، ثم بتعدي بعكس اللايرز بالظبط اللي راحت من عند السندر، بالعكس بقى تطلع لللاير دي لللاير دي لحد ما توصل للاند ديفايس عند الديستنيشن. اللايرنج برنسبل بيقول ان انت هتقسمهم لايرز ايا كان، وايا كانت الحاجات اللي موجوده كل لاير، المهم ان هي اللاير دي في المقابل ليها في السورس وفي الديستنيشن في نفس البروتوكول او الالجوريزم. البروتوكول ده هو الالجوريزم في النتورك، نفس الحاجه بتمبلمنت هنا هي اللي بتمبلمنت هنا. فهي دي فكره اللايرنج برنسبل. طيب ليه ما عملهمش كلهم حاجه واحده؟ يعني ليه ما عملش بروجرام واحد يحطه هنا وبعدين بروجرام واحد يحطه هنا وهو يبقى السورس والديستنيشن زي بعض؟ لانه سيمبلي ده كده هيبقى مور موديلر، تمام؟ وطبعا موديلاريتي ليها ميزات كتير هنجيلها بالتفصيل دلوقتي. طيب ايه بقى اللايرز؟ والله الموضوع ده مش قرآن، يعني عادي هم عملوا كذا موديل ورسيوا على حاجه معينه في الاخر. فاول حاجه كانوا طلعوها اللي هو الاو اس اي ريفرنس موديل، وده اقدم موديل فيهم. قال لك انا هقسم اللايرز بتاعتي لسبع لايرز، لو بصينا لها من تحت هم بيتعدوا من تحت. فاللاير الاولانيه من تحت هي الفيزيكال لاير، داتا لينك، نتورك، ترانسبورت، سيشن، برزنتيشن، وابلكيشن. عديتوا على الكلام ده في المحاضره صح؟ انا عدت عليه بالتفاصيل برضو، بس انت عندكم فكره يعني. طيب الموديل اللي جه بعديه اللي هو التي سي بي اي بي ريفرنس موديل. التي سي بي اي بي طلع بعديه بشويه، قال لك انا هقللهم، هيبقوا 1 2 3 4 اللي هم المربعات، 4 لايرز فقط، واللي تحت دي هتبقى نتورك، يعني فيزيكال نتورك، دي ما لهاش علاقه بالنتورك نفسها، يعني دي مينز اوف كوميونيكيشن تبع بتوع اتصالات، موديوليشن ودي موديوليترز وحاجات زي كده وامبليفاير وكده. فبدا من النتورك انترفيس لاير، ودي غير النتورك لاير اللي ايه اللي هناك، وسمى النتورك لاير اللي كانت هناك في الاو اس اي ريفرنس موديل سماها هنا انترنت لاير، وبعدين ترانسبورت، وبعدين ابلكيشن. طيب التي سي بي اي بي ريفرنس موديل ده اسمه كده، ده مش معناه ان انا هشتغل فيه بروتوكول اسمه تي سي بي او بروتوكول اللي اسمه اي بي، يعني هناخد قدام شويه ان دي اسامي بروتوكولات، بس هو ده اسم الموديل، ده مش اسم البروتوكولات اللي شغاله فيه، يعني انت عادي تشتغل اي بروتوكول جوه. طب ليه سموه كده؟ هو كان مشروع تخرج وما عملولوش اسم محترم، يعني هم كسلوا يسموه حلو يعني. طب ايه بقى اللي ادوبتد حاليا؟ الهايبريد موديل ده احسن واحد بالانسد فيهم، اللي هو الفيزيكال لاير، داتا لينك لاير، نتورك لاير، ترانسبورت، وابلكيشن. ده بقى اللي هو الادوبتد حاليا، وده الحاجه المور ساتيريت. رجع اخر نتورك لاير، اخر فيزيكال لاير رجعها بالظبط. تعالوا بقى ناخدهم واحده واحده ونشوف كده كل واحده فيها ايه البروتوكولز اللي بتبقى امبلمنتد فيها وكده. الفيزيكال لاير اللي هي موجوده في الهايبريد موديل وموجود زيها بالظبط في الاو اس اي ريفرنس موديل، بس مش موجوده فين؟ في التي سي بي اي بي، مش موجوده الفيزيكال لاير دي. الفيزيكال لاير هنا هي اللي مسؤوله عن الاكشوال ترانسميشن اوف البيتس اللي هتروح في الاخر. كل حاجه هتتبعت في صوره باينري بيتس، مثلا زيروز وانز، سيكونسز معينه وليها لينس معين، هتتبعت ثرو بقى انهي كوميونيكيشن، هي دي الفيزيكال لاير بتحدده. والله لو انا شغال وايرلس هتشتغل على وايرلس بروتوكولز، لو انا شغال وايرد هتشتغل على وايرد بروتوكولز. بتحتاج اجهزه، الفيزيكال لاير دي بتحتاج اجهزه زي الديجيتال موديوليترز والدي موديوليترز والهابس.
تقريبا مفيش اي حاجه تتقال تاني على الفيزيكال لاير اكتر من كده. الداتا لينك لاير بقى بتعمل ايه؟ انت طبعا لازم تتخيل ان الداتا ممكن تروح كده من تحت لفوق او من فوق لتحت، صح؟ من فوق لتحت لو هي جايه من السورس، ومن تحت لفوق لو راجعه للديستنيشن. فعندي كوميونيكيشن ما بين كل لاير رايح جاي. الداتا لينك لاير يا اما بتدي للفيزيكال لاير فريم معين، فريم دوت اللي هي مجموعه بيتس بس متقسمين، هما طبعا ما بيبعتش زيروز وونز كده اللي ما لا نهايه، بيتبعتوا في صوره فريمز عشان يقدر يتحكم فيهم. فيا اما هي بتدي فريم للفيزيكال لاير عشان تبعته، الفريم ده مكون من زيروز وونز، يا اما هي بتستقبل من فيزيكال لاير زيروز وونز وتجمعهم في شكل فريم رايح جاي. العمليه دايما رايح جاي، تمام؟ طيب بتعمل ايه كمان؟ بعد ما بتستقبل الزيروز والوانز من الفيزيكال لاير دي، وارد ان هو يكون حصل عليهم ايرور اثناء الترانسميشن، ممكن يكون حصل اي نويز على السيجنال، ففي مثلا زيروز اتقلبت وانز او حاجات زي كده. فلو هحط ايرور ديتكشن بحطه مينلي في الحته دي، ممكن يتحط في لايرز فوق كمان، يعني ممكن اضيف كذا لاير اوف ايرور ديتكشن، بس مينلي اساس الايرور ديتكشن موجود في اللاير بتاعه الداتا لينك لاير اول ما اجمع الفريم من الفيزيكال لاير. هنا بقى احط ايه في الايرور ديتكشن؟ ده بقى البروتوكول اللي بيمبلمنت الفانكشناليتي. يعني احنا بنحدد لكل لاير فيها فانكشناليتي معينه. هنا لو عايز تحط حاجه ايرور ديتكشن حطها في الداتا لينك لاير. طب ايه بقى الالجوريزم اللي هيعمل ايرور ديتكشن؟ والله عندك اوبشنز كتير قوي، ممكن تخترع واحد جديد. وهناخد بقى ثرو يعني الشابتر الجاي ان شاء الله هناخد اول حاجه الفريمنج والايرور ديتكشن، البروتوكولز بقى اللي بتستخدم فيه. خلاص كده؟ طيب تشيك سام ده برضو نوع من الايرور ديتكشن، اللي هو يعني لما بتعمل داونلود لاي حاجه من تورنت ولا بتاع بيبقى فيه تشيك سام كده في الاخر، مجموعه بيتس كده هي اللي بتتاكد الكلام ده نزل صح ولا غلط. فنوع من الايرور ديتكشن برضو يعني. انواع الاجهزه اللي ممكن نلاقيها في الداتا لينك لاير دي هي السويتشات والبريدجز، وكامثله على البروتوكولز اللي بلاقيها بتمبلمنت الداتا لينك لاير الايثرنت بروتوكول او الواي فاي بروتوكول. وهتلاقيها مش يعني الايثرنت دي مرتبطه شويه، لو انا هشتغل على الفيزيكال لاير اللي هو هارد يعني وايرد، او الواي فاي مرتبطه لو انا هشتغل على الفيزيكال لاير ان هي ايه وايرلس. طيب النتورك لاير بقى كده احنا طلعنا اللاير اللي فوقيها، يا اما هتستقبل حاجه من الداتا لينك لاير يا اما هتدي حاجه للداتا لينك لاير رايح جاي. طيب النتورك لاير هدفها ايه بقى؟ هدفها الاساسي اي بروتوكول هي امبلمنت النتورك لاير دي هدفها ان هو يعمل حاجه اسمها راوتينج. ايه بقى الراوتينج ده يا شباب؟ الراوتينج دوت ان انا عندي اثناء ثانيه بقى انت محتاجين فيها الرسمه. انا مثلا لو انا عندي السورس بتاعي هنا، ده الاند ديفايس بتاعه اليوزر اللي قاعد في مصر هنا مثلا، وعايز يبعت رساله لديستنيشن موجود في اي بلد في امريكا مثلا، لما بيجي الباكت بتاعتي او الفريم بتاعي يتنقل من السورس للديستنيشن دوت، بيعرف طريقه منين وبيتنقل على ايه؟ تمام؟ هتلاقي فيه ده اوفر سمبليفايد يعني فيجواليزيشن للموضوع. هتلاقي الموضوع انه فيه راوترز كتير قوي، راوتر 1 راوتر 2 راوتر 3 وهكذا لراوتر ان. ممكن تلاقي فيه شبكه مثلا بالشكل ده، نتورك معايا دايناميك. نتورك دي الكونكشنز اللي ما بينها بتبقى اون واوف عادي، الدنيا دايناميك، وراوترز تدخل وراوترز تخرج وهكذا. فكره بقى ان انا اعدي الرساله او الفريم بتاعي ان هو يجي من السورس ويلاقي طريقه المظبوط لحد الديستنيشن، بمعنى اصح هيعدي فين بالظبط ما بين كل راوتر والتاني، هي دي اللي اسمها راوتنج. ان انا الاقي الباث بتاعي في النتورك بتاعتي، ان انا الاقي الباث المظبوط اللي يوصل الباكت من السورس للديستنيشن.
ازاي ده بيحصل، البروتوكولز اللي بتيمبلمنت الكلام ده، كل الكلام ده جوه النتورك لاير. ماشي. والنتورك لاير دي هناخدها تقريبا شابتر 4. تمام. هناخد تفاصيلها بقى، ازاي بتعمل الراوتنج، ازاي بتشوف انا هوصل الرساله دي مظبوط، ازاي ازاي في كل مكان يبقى عارف ايه النكست هاب بتاعته، ايه النقطه اللي جايه هيروح فين، وهكذا. الكلام ده كله في النتورك لاير. جميل. طيب اشهر واحد فيهم بقى بروتوكول بيمبلمنت الكلام ده اللي هو الاي بي فيرجن 4. ده اشهر بروتوكول بيمبلمنت النتورك لاير، وقعد فتره طويله كمان يعني ملوش منافس. الاي بي فيرجن 6 طلع بعديه بشويه لان هو فيه ميزات اكتر، بس كان فيه صعوبه في الادابتيشن بتاعه عشان اللينس بتاعه كبير وشويه، وبعدين دلوقتي فولي ادابت. السي ال ان دي كان اقدم شويه منهم، هو الاثنين مش يوزد وايدلي، بيبقى يوزد انسايد اورجانيزيشنز ومش كومن قوي، فهو اهم واحد فيهم الاي بي بي فيرجن 4. تمام. تفاصيل بقى البروتوكولز دي هناخدها فيما بعد يعني ان شاء الله. ايه الترانسبورت لير بقى؟ الترانسبورت لير اللير الرابعه لو انا عديت من تحت، وموجوده برده في الاو اس اي ريفرنس موديل. الترانسبورت لير دي بقى بنسميها اند تو اند لير. اول حاجه بنسميها اند تو اند لير، وده هتلاقي التعريف ده بيجي كتير في الامتحانات. يعني ايه اند تو اند لير بقى؟ اخدتوها في المحاضره ولا اخدتوهاش؟ هي ببساطه معناها ايوه اتفضل. ده جوه التي سي بي اي بي، جوه البروتوكول نفسه. صح، هو التي سي بي جوه الترانسبورت لاير. بس معنى كلمه اند تو اند، اند تو اند دي معناها يعني اند ديفايس تو اند ديفايس. معناها انه البروتوكول ده اول بروتوكول بيبقى امبلمنتد في الاند ديفايس. يعني لو انت هتستخدم موبايل او هتستخدم كمبيوتر او اي تيرمينال او اي حاجه من الحاجات دي اللي بتاكسس الانترنت، تمام، البروتوكول دوت اول بروتوكول هيبقى امبلمنتد عندك في الاند ديفايس. امال بقيه البروتوكول امبلمنتد فين يعني النتورك لايرز بروتوكولز بتبقى امبلمنتد فين، الداتا لينك لاير امبلمنتد فين؟ كل جهاز فيهم هو اللي امبلمنتد فيه اللاير بتاعته. يعني احنا قلنا ان احنا عندنا في الهيراركيكال موديل ده كده، ان احنا بننزل من الابلكيشن لاير ثم الترانسبورت لاير ثم النتورك لاير ثم الداتا لينك لاير ثم الفيزيكال لاير. صح كده. الفيزيكال لاير قلنا انه اللي بيشتغل فيها الاجهزه اللي بتشتغل فيها الكلام ده الموديوليتورز والديموديوليتورز والهابس. فاي حاجه كود هيبقى ريليتد للفيزيكال لاير هيبقى في الاجهزه دي بس. طب الداتا لينك لاير هيبقى في السويتشات، كل السويتشات اللي عندي في النتورك، السويتشات دي هيبقى فيها البروتوكولز الخاصه بالداتا لينك لاير. طب النتورك لاير بروتوكولز هتبقى موجوده جوه اي راوتر، اي راوتر هيبقى جوه نتورك لاير بروتوكول. ومش شرط يبقى في يعني الديفايس دوت اخره السوفت السويتش اخره داتا لينك لاير، مش هيبقى فيه بروتوكولز فوقيه. النتورك ديفايس او الراوتر مش هيبقى جواه اكتر من نتورك بروتوكول، نتورك لاير بروتوكول. الترانسبورت بقى ده بداية من الاند ديفايس بتاع اليوزر. الاند ديفايس هيبقى فيه ترانسبورت لاير وكل اللي فوقيه، فدي اول لاير ممكن تبقى موجودة في الاند ديفايس. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الداتا بتاعتي هتيجي من الترانسبورت وما فوقيها، سواء في ابلكيشن وسيشن والكلام ده ولا في ابلكيشن بس، مهم ان ده عند الاند يوزر. هتنزل الداتا تعدي على النتورك لاير، لو هي هتعدي على لوكال نتورك او هتبصيها على السويتشات في الاخر. لو مش هتبصيها حتى على سويتش، يعني لو هتتحرك من راوتر لراوتر فهتعدي على الفيزيكال لاير علشان هتعدي على فيزيكال مينز اوف كوميونيكيشن. تمام. وهترجع تاني للراوتر اللي هناك مثلا.
يعني زي مثلا ممكن يبقى شكل النتورك كده، انا عندي راوتر 1 مثلا وراوتر 2 ممكن يبقى شكلها كده. ده اند ديفايس 2 ده اند ديفايس 1، دي نتورك صغنطوطه جدا. الداتا جت في الاند ديفايس هنا، جت من الابلكيشن والسيشن ومش عارف ايه والترانسبورت، اتنقلت عشان تعدي مثلا الاند ديفايس اللي هناك ده، عدت على راوتر الاولين، نزلت للنتورك لاير، امبلمنتد نتورك لاير بروتوكول هنا، ماشي، احتاجت ان هي تعدي على لوكال نتورك فعدت جوه سويتش، ممكن يبقى موجود وممكن يبقى لا، هترجع تاني على راوتر مثلا، فهترجع تعدي على الداتا لينك لاير بروتوكول ثم تطلع تاني على النتورك لاير بروتوكول، وممكن يبقى في راوتر تاني بعد كده، وهكذا لحد ما اوصل للاند ديفايس. وطول ما انا ماشيه في الاسلاك دي انا ماشيه في الفيزيكال لاير. انا عارفه ان الموضوع يبدو معقد دلوقتي بس شويه شويه هيوضح. كل ديفايس كمان مع اللاير بتاعته، كل ديفايس للراوتر، بس الراوتر بيعرف ان في الداتا لينك لاير، بيعرف داتا لينك لاير اللي هي الفريمنج والايرور ديتكشن والكلام ده. لا مش مختص بيها، هو بيقرا الفريم نفسه. يعني بص هوريك شكلها دلوقتي، انا مجرد بس بيقطع الحته بتاعت الفريم وبيخش على القناه بالظبط الهيدر والتيل. فان جنرال كل لاير من دول بتبقى مختصه بداتا معينه. يعني زي مثلا انا الاند يوزر اهو وصل في الابلكيشن لاير، حط داتا اللي هي المسج ام، باصت السيشن او الابلكيشن لاير دي للترانسبورت لاير الداتا دي، فالترانسبورت لاير عشان تامبلمنت البروتوكولز بتاعتها زودت شويه معلومات حطيتهم في الهيدر فولدر، وفور ليه؟ لان هي اسمها اللاير فور، وممكن تبقى بعض البروتوكولز بتاد تريلر كمان ممكن. بعد كده الداتا دي جت نقلتها على راوتر، ما هنقلها بقى على اللاير 3 يعني هتتنقل على راوتر. فساي مثلا الراوتر كان الماكسيمم كاباسيتي بتاعته ما تكفيش ده كله، فقام قسمها قسم المسج دي حتتين كده وزود عليها. خلي بالك المسج الاصليه اللي جايه من فوق اهي، المسج الاصليه اللي جايه من فوق اهي قسمها حتتين، بقت بدل الام دي بقت ام 1 وام 2، وضاف على كل مسج فيهم هيدر الزياده بتاعته بتاعت لاير 3 دي، المعلومات بقى بتاعت النتورك لاير بروتوكول، ثم حذفها بقى على سويتش ولا حاجه، فبرضو اخد كل الداتا دي مثلا وزود عليها. لا ثواني، دي كده الداتا اللي جايه له من اللاير اللي فوقيها انكلودنج اتش 3، زود عليها الهيدر بتاعه بتاع لاير 2، وهنا احتاج تريلر، ممكن هنا يبقى في تريلر، ممكن يعني دي حاجه جينيريك. وبرده نفس الحكايه، خد الفريم دوت وايه زود عليه هيدر وتريلر وبعتهم ثرو الفيزيكال كوميونيكيشن، وهنا ايه اللي هيحصل؟ العكس تماما، نفس الخطوات. عشان كده الليرنج برنسبل بيقول لك اللي تيمبلمنته هنا هو يبقى امبلمنتد هنا بالظبط، علشان ده يرجع في الاخر توصل المسج زي ما اتبعت ثرو دي فريمنج والكلام. هو كل لاير بتزود هيدر وممكن تزود تريلر او لا على حسب البروتوكول. ده سؤالك ولا في حاجه؟ طب معلش ها، هو انا ايه اللي يضمن ان انا نفس الجهاز اللي هنا استعمل نفس البروتوكول اللي موجود في حته ثانيه؟ سؤالك منطقي، ايه اللي هيضمن لي ان انا اللي هنا ده هو اللي امبلمنتد هناك؟ صح كده؟ استناني دقيقتين بالظبط هجاوبك على ده، دقيقتين بالظبط. هتيجي حالا، بص هتبان دلوقتي في المثال. الترانسبورت لاير غير ان هي اند تو اند فيها حاجه بقى تانية، البروتوكولز بتاعها او الفانكشناليتيز بتاعتها حاجه مميزه جدا. يا اما اختار التايب اوف كوميونيكيشن ما بين التو اند ديفايسز اللي هو يا اما كونكشن اورينتد يا اما كونكشن ليس. اخدتوها في المحاضره كونكشن اورينتد وكونكشن ليس،
بختارها في الترانسبورت لاير على حسب البروتوكول اللي بيبقى امبلمنتد هنا. طيب ايه يعني ايه كونكشن اورينتد ويعني ايه كونكشن ليس؟ انا فاكره سؤالك وهجيبه حالا. كونكشن اورينتد دي يا شباب بتديك الفيلينج الاحساس النهائي، عشان كده هي اسمها فيرتشوال، فيرتشوال باص، بتديك الفيلينج كان احنا لما بعتنا الرساله من السورس للديستنيشن كانها مشيت في طريق واحد سالك من غير ما تقع اي باكتس في النص، من غير ما يحصل فيها نويز، من غير ما يحصل فيها اي حاجه، بتديك الفيلينج ده كان هي الداتا مشيت في فيرتشوال باص، زي مثلا من الهوست الاولاني H1 ل H2 ان هي مشيت في الطريق A C E، ودول راوترز A C و E و F، كانها مشيت فيهم كده في الطريق دوت من غير ما حاجه تعيقهم ولا حاجه تبوظ الاوردر بتاع الداتا اللي هي مبعوته ولا يدخل فيها نويز ولا اي حاجه، كان احنا مشينا في الداتا كده. امال ايه الكونكشن ليس يختلف ايه يعني؟ كونكشن ليس لا بيقول لك ان الداتا لما بتتبعت بين التو هوستس هتاخد كل داتا فيهم، هتبقى على الله حكايتها كده، هتنزل من النتورك تدور على ايه الطريق اللي سالك قدامي وامشي فيه، مش شرط يكون نفس الطريق. وده هيترتب عليه ان ممكن بعض الباكتس توصل اوت اوف اوردر، ممكن بعض الباكتس تبقى جايه على محور سبت الصبح وتقف في الزحمه نص ساعه وما توصلش خالص، يعني عادي جدا. فممكن بعض الداتا توصل اوت اوف اوردر، اضطر اعمل دروب للداتا، حاجه يحصل فيها نويز. يعني من الاخر هي سيرفيس مش جرانتي ان هي تبقى اكيوريت 100%. طب ايه الكلام ده؟ امتى هحتاج حاجه زي كده؟ وليه عملوا حاجه بالشكل ده اصلا؟ يعني حد يقدر يخمن ايه لازمه ده؟ اسرع اسرع، مظبوط. طب ايه الابلكيشن بقى اللي احتاج فيه حاجه زي كده؟ احتاج فيه السرعه على الكواليتي. ستريمنج، لايف ستريمنج. ها لو مش فارق الاكيرسي زي ايه؟ مش فارق معايا الاكيرسي بس السرعه مهمه جدا. الالعاب الاونلاين جيمز، يجي يدوس لاي كيل دي بعد 10 فريمز ولا حاجه يكون الافكت جه، يكون ماتوا شبه موت. مثلا اللايف ستريمنج زي ما باشمهندسين بيقولوا، ان دلوقتي لو انا بتكلم مع حد لايف استحمل ان فريم ولا اتنين في النص يقعوا، ولا ان كل كول تبقى ديليت. تمام؟ لانه اكيد الكونكشن اورينتد ده مش ساحر، يعني اكيد هو علشان يعمل البتاع ده، هو فيرتشوال في الاخر، عشان يعمل الكلام ده هو بيقعد اكستشينج مسج واكنولج، ولو في حاجه وقعت يعيدها وكل حاجه عشان يديك الفيلينج ده في الاخر، فهو بطيء. فالكونكشن اورينتد بطيء. طب ما تستخدم بقى الكونكشن ليس على طول، امتى تستخدم الكونكشن اورينتد؟ عملوا ليه؟ عايز اضمن الداتا. حلو، مين بقى اللي عايز يضمن؟ ايه الابلكيشنز اللي بتستخدم الكلام ده؟ الاي تي ام ماشينز. ايه تاني؟ الايه؟ انلاين. اي حاجه بقى كونتنت بالداون ستريم، حتى لو فيسبوك، حتى لو فايلات، حتى لو ايميلات، كل الحاجه اللي انا ما اقبلش ان انا ايميل يجي سطر ممسوح في النص. ها؟ ما ينفعش داونلود بي دي اف فايل الاقي في صفحه في النص مفقوده، اقول لك اصل انا نزلته لك بسرعه. بسرعه ايه؟ انا عايز الملف. فاي على حسب الابلكيشن. مين بقى اللي بيحدد؟ ايوه، هو ده نفس السؤال. مين اللي بيعرف بقى ان انا دلوقتي على نفس البروتوكول هنا في السندر وفي الريسيفر؟ لا، انا اصلا هو البي عارف منين، سوري، ايه عارف منين ان هو متوصل بدي يعني. حته الفيرشو هاجلها ازاي بيعملوها دي اكسترا، بس هاجلها. هي الفكره كلها انه الابلكيشن اللي انت منزله ده هو في السبيسيفيكيشنز بتاعته ما بتشتغلش غير على البروتوكول ده. يعني ما تنزل لعبه مثلا، مش عارفه الالعاب بتاعت الكيلينج والشوتينج بتاعتكم اسمها ايه دلوقتي؟ اخويا بيلعبها بس انا مش عارفه اسمها، مش عارفه والله اللي هي الاونلاين جيمز اللي فيها قتل ومش عارف ايه والحاجات دي. دي مثلا خلاص هي الكلاينت اللي عندك، الكلاينت اللي انت منزله والسيرفر هما متفقين هيشتغلوا تي سي بي. فهو منزلك، هو هنا بيحط في الهيدرز بتاعته ان انا هشتغل تي سي بي. مثلا هشغل ابلكيشن تاني مثلا زي زوم، هو خلاص محدد انا مش هشتغل تي سي بي، انا هشتغل يو دي بي في الكلاينت وفي السيرفر، الاثنين متفقين على الحاجه اللي فيه. والانفورميشن دي بتجيله بقى من الاند ديفايس، تنزل اللايرز اللي بعد كده. تجاوبت على السؤال؟ باقي الفيرشوال هجله كامثله.
بس هي بتبقى لطيفه انك تعرف فكره ان هو اسمه فيرتشوال جلاس. ده هو عايز يديك الفيلينج ان احنا لما عملنا الانشيلايزيشن دي قال انا عايز اكونكت بيك، قال له تمام كونكت هكونكت كونكشن اورينتد، فهنستبلش كان في ما بيننا فيرتشوال خلاص. بيعملها ازاي بقى؟ يستخدم الباكتس اللي طالعه دي، وطبعا الداتا بتاعته هيتبعت على باكتس كتير ورا بعضها، بيستنبهها بحاجه معينه ويقول ان دي حاجه كونكشن اورينتد كمان بالكونكشن الفلانيه باي دي فلان، يعني اي دي يونيك دول معاه، يحط عليها رقم اي دي لازم يبقى يونيك. مثلا لو في اللوكال نتورك لازم يبقى يونيك، لو جلوبال نتورك هنحط لها هيري اسايند. يجي الراوتر دوت اثناء الاستابلشمنت واحنا بنحاول ان احنا نستابلش الكونكشن ما بينهم وما بين بعض، بيعرف ان هو في الباص، بيعرف ان هو في الباص، وده بيعرف وده بيعرف وده بيعرف، فبيديها بريورتي وتيجي الباكتس تعدي، يبقى عارف ان هي الباكت اللي جايه له عنده هو مكتوب عليها فيرتشوال باص رقم يونيك ايدنتيفاير كذا، يديها بريورتي معينه ويوصلها بالاوردر. طب اسيوم بقى ان انا الباكتس دي، عشان كده التي سي بي ده بروتوكول محترم جدا، لما الباكتس مثلا زي مثلا المحاصر اثناء ما كانت الباكت دي راحت عند سي، السي ده راوتر في الاخر عنده ميموري وليمتد ميموري، وممكن لو جاله باكتس كتير تقع اوت اوف ميموري، فزي مثلا في باكت ثلاثه وقعت في النص، لو دي وقعت انا كده هفيل ان انا سبيسيفاي الايه كواليتي اوف سيرفيس ريكويرمنتس بتاعتي، ان انا اوصل كل حاجه واوصلها ان اوردر كل كده. كل ده بيعمل ايه بقى؟ بيديتكت كده في الاخر الارقام اللي وصلت دي وصلت ان سيكونس ولا لا، لو في حاجه ميسنج بيروح ريكوست تاني توصل تاني، وبيبقى في نوع من الاكنولجمنت الحاجات اللي وصلت صح ولا لا. هو في اوفر هيد كبير عشان يعمل لك الكواليتي اوف سيرفيس. اسف بس انا مايك مايك يعني خلص خلص يا ورد. يعني هو لو مثلا باكت 3 مثلا وقعت هو هيتشقلب علشان يجيبها تاني. ماشي هيجيبها تاني، بس انا بتكلم على الاوردر. ماشي ما هيوقف بقى اربعه مش هيطلعها. لا مش هيضربها هيوقفها. عشان كده التي سي بي ده من احسن البروتوكولات اللي اتعملت يعني في موضوع. انا مره النوتس بتاع الاوردرز بيقعدوا يتشاتوا مع بعض الاول يتاكدوا ان هم كونكتد لبعض. في انشلايزيشن تايم. يعني في وقت الاستابلشمنت هنا كان رايح وبعد كده حصل فيه فيلر مثلا، هو ده جاي بقى ايه بعت يقول لا ابعته تاني بيبعت له كونكشن دروب. ده دي حاجه نقطه حلوه جدا انا مش عارفه مش كاتباها لي اهي. فيلير زي لسه هقول لو حصل فيلير بقى في النص، راوتر سي از اوت اوف اوردر توتالي او اللينك ده اتقطع، هنعمل ايه؟ هنعملها تاني من اول وجديد. بس هو مش فكره الدايركشن اختلف؟ كانك بتبدا حاجه جديده من الاول وكل اللي حتى اللي اتبعت باكتس من اول خالص ولا باكتس من اول؟ لا هيبدا كونكشن من اول وجديد، كونكشن من اول وجديد خالص. فهو دي وحشه في الفيليرز. يعني لو عندك نتورك هنا متوقع ان يبقى فيها ايرورز ودينامكس كتير ما تعملش حاجه تي سي بي ما تعتمدش عليها، يعني هتبقى الكوست عاليه قوي. بينما ده هتبان الفرق حالا. انا ماشيه المفروض عندي كذا، يعني اقدر اوصل من الاي للدي بطريقه ده وده عادي، ينفع يمشي كده وينفع يمشي كده. حصل ان سي اوت اوف اوردر او اللينك ده اتقطع، ايه اللي هيحصل؟ باكت 3 وقعت استغنى عنها يا عم الباكتس كتير والباقي كله هيمشي منها. فالدنيا في الفيليرز دايناميك جدا، عشان كده ده سريع والريكفري بتاعه في الـ يعني النتوركس النويزي واللي فيها داينامكس كتير اشتغل على طول ايه كونكشن بس، as long as you are fine with losing one packet ولا حاجه. لسه في حاجه مش واضحه؟ ها علشان خلاص هي ترمينيتد، حصل فيلير في الكونكشن، فابدا بقى ريسيت من اول وجديد باظ ايه. مثلا لو بتبعت فايل هينزل كوربتد كده. يعني اي سؤال تاني؟ خلينا نديفاين الاول
السيرفيس وايه البروتوكول؟ نفرق ما بين خدناها في المحاضره. حد فاكرها السيرفيس وايه البروتوكول؟ السيرفيس وايه البروتوكول؟ اخدتوها ولا ما اخدتهاش؟ السيرفيس ده الابلكيشن، البروتوكول ده الاتفاق اللي بينهم، الاكشوال امبلمنتيشن بتاعها. صح، قربت جدا. هو السيرفيس دوت انا اللاير دي بتوعدك بايه؟ لاير بتاعه الداتا لينك لاير بتوعدك بايرور ديتكشن، اللاير بتاعه النتورك لاير بتوعدك براوتينج وهكذا. فالسيرفيس دي اللي هي اللايرز بتوعد اللايرز اللي فوقيها او اللي تحتيها بايه. فدي سيرفيس ومجرد ديسكريبشن، مش حاجه يعني مش معروف بتتعمل ازاي. هعمل ده ازاي؟ ده متروك بقى للبروتوكول. اجي بقى مثلا في النتورك لاير امبلمنت الراوتينج ثرو البروتوكول بتاع اي بي فيرجن 4، ده اسم البروتوكول بتاعه. امبلمنت مثلا الايرور ديتكشن في الداتا لينك لاير ثرو مثلا بروتوكول اسمه هامينج كود مثلا، او السي ار سي او تشيك سم وهكذا. فالبروتوكول هو الامبلمنتيشن بتاع الفانكشناليتي بتاعه اللاير، بينما السيرفيس هي عباره عن ايه؟ الفانكشناليتي اللي بروفايد بتوين اللايرز. فكان في سؤال في مره جاي في امتحان زمان كده، منشن 3 differences between service and protocol. ال definitions الفورمال بقى definitions، هي السيرفيس هي عباره عن set of operations provided by a layer to an upper layer، او ممكن تقول حتى lower layer عادي هي هي. البروتوكول هو set of rules for message exchange between peers within a layer، يعني في نفس اللاير المسج اللي هنا والمسج اللي هنا هيكون فيها ايه، الامبلمنتيشن بتاعها او الرولز بتاعتها ايه. هي ديفينيشن ولا امبلمنتيشن؟ ده ديفينيشن وده امبلمنتيشن. مثلا concerned with السيرفيس بتوين اللايرز، البروتوكول هي بتوين البيرز وزين ذا سيم لاير. تمام، يعني دي لايرز دي وزين ذا سيم لاير بس تو بيرز. اكزامبل مثلا السيرفيس مثلا اللاير 2 بتبروفايد ايرور ديتكشن كبروتوكول، مثلا سي ار سي بروتوكول، او مثلا لاير 3 بتبروفايد راوتينج كبروتوكول اي بي فيرجن 4 وهكذا. طيب جوه السيرفيس بقى بتختلف على حسب ما بين اللايرز والتانية. يعني زي مثلا اللاير بتاعت الترانسبورت لاير وهي شغالة في الـ connection oriented mode، فهي الـ service بتاعتها هما define حاجة more specific بقى. أنا قلت إن أنا هعمل connection oriented صح؟ بس هعملها through إيه بقى؟ إيه الـ steps اللي أنا ممكن أدخل further فيها؟ فقالك ان الكونكشن اورينتد ممكن تعملها بالست اوف بريميتيفز. دي السيرفيس بتاعه الكونكشن اورينتد ممكن تقسمها للست اوف بريميتيفز دي اللي هي ايه. اول حاجه الليسن، ان التو نودز او تو هوست او الاند ديفايسز قاعدين بيليسنوا، ما فيش كونكشن دلوقتي، هو قاعد بيويت. ثم حد فيهم هيبعت كونكت ريكويست عشان ينيشلايز الكونكشن. فالكونكشن دي هتستابليش هدفها، التارجت بتاعها ده تستابليش كونكشن بتوين الويتنج بيرز، رايح جاي بقى من الاثنين. وبعدين هيفضلوا هما الاثنين يسند ويريسيف. فانا المفروض ان انا يبقى عندي ابيليتي ان انا افضل اسند وريسيف عادي عدد معين من المرات. ثم في الاخر خالص لما نخلص الكونكشن نديسكونكت عشان فري الميموري وعشان نفضي مكان وايدنتيفايرز للناس الثانيه. فهنا هو قدر ان هو يمسك الكونكشن اورينتد كسيرفيس ويقسمها لست اوف بريميتيفز. السؤال بقى كونكشن ليس لو جينا نعملها بنفس الطريقه ممكن نكتفي بكام بريميتيف فيها؟ ايه اقل عدد من البريميتيفز في الكونكشن ليس؟ هم هنا 4 1 2 3 4 5، هنا 5 في الكونكشن ليس. بتقول 4 في الكونكشن ليس؟ ها كونكت وسند 2، ها send وreceive ها 3 اللي هما send وreceive ها 1 send وخلاص ما يستقبلش اديله. هي الإجابة الصح اكتفي بس بsend وreceive، مجرد ان انا قابل ان انا اقبل اي باكت يجيلي او ابعت اي باكت، وده اللي بيحصل في الكونكشن ليس اكشلي. يعني مش هستنى لسه اكونكت
واعمل فيرتشوال باص والكلام ده. الدنيا مستعجله عن كده. طيب ده بقى سؤال لطيف جدا تقدر تجاوب عليه حتى لو ما خدتش كورس النتوركس. ايه ميزات، على فكره انا هنا يعني حاطه الشيت باجاباته، ف يعني دي اسئله الشيت ودي الاجابات اللي بتظهر. ف give two advantage for using layered protocols. ليه بقى نستخدم layering principle؟ ايه ميزته؟ اول حاجه ايه الايه authentication. يعني انا ما اقدرش اعمل authentication غير layers. مش هيبقى ايه هي دي صح، هي اللي مفصوله دي. ايه اللي مفصول؟ اسمها ايه بقى بالانجليزي؟ modularity صح. هي اهم حاجه في layering principle modularity، ان انا بقسم كل function معينه بحاجه specifically، ثم بعد المودولاريتي دي بقى تيجي بقيه الميزات بقى اللي هي زي ايه بقى؟ فليكسبيليتي. في حد قالها صح؟ انت قلت فليكسبيليتي مش كده؟ في حد كان قال فليكسبيليتي؟ قلت ايه يا باشمهندس؟ ابستراكشن. ابستراكشن ان احنا بقينا فصلنا المهام ما بين كل لاير والتانيه مبنيه على المودولاريتي وصح. ايه تاني؟ الايه؟ separation of concerns. هي بالظبط الابستراكشن مبنيه على المودولاريتي. single responsibility مبنيه على، هي برضو ابستراكشن مبنيه على المودولاريتي. ها افكار تانية والله، في كذا حاجه، في 3 4 حاجات. ها انت عايزه تقولي حاجه صح؟ قولي تشجعي. ها في كذا حاجه والله. ايوه قربت تجيبها، اللي هي ايه بقى؟ ليه الفلكسبيليتي. الفلكسبيليتي دي ايه بقى؟ زمان النتوركس اول ما طلعت كانت كلها وايرد صح كده، لما جم ينقلوا وايرلس هل طبيعي ان هو يقعد يكتب الكود بتاع النتورك لاير والداتا لينك لاير والترانسبورت لاير والابلكيشن لاير تاني؟ هو مين اللي اتغير؟ الفيزيكال مينز اوف كوميونيكيشن. فغير غير الفيزيكال لاير بروتوكول، اقلبه شيله وحط حاجه تانية، خلاص بقيه الحاجات بقى ثابته. فدي الفلكسبيليتي، يعني ده حصل لان انا بقى عندي لايرنج فقدرت ان انا اغير الحاجات ببساطه. بعد كده هو الابستراكشن انا فصلتهم من اجل ان انا يبقى عندي كود مكتوب كلاريتي، مكتوب بطريقه بسيطه، كل واحد فيهم العيوب بتاعته ليه لوحده مش هتاثر على العيوب التاني. فلكسبيليتي اضافه بقى ليها ان انا ممكن ريبليس حد فيهم من غير ما التانيين يتاثر. اضافه بسيطه. في اضافه ثانيه هسيبكم لما تقولوها. ايه سكيلابيليتي؟ هي دي اللي انا مستنيها. ايه السكيلابيليتي دي بقى يا جماعه؟ قبل ما يخترعوا layering principle، تعرفين تاريخ النتوركس طبعا، كان في جامعه في امريكا وقعد يجي كام سنه كده مش عارفين يطلعوا، مش عارفين يسكيلوا، موضوع صعب وكومبليكيتد وايرورز عماله تطلع وكده. وانس ان هم ترند لفكره layering principle الدنيا بقى ايه، قدروا ان هم يسكيلوا على رينج اوسع، ويعني وزاوت layering كان هيبقى مستحيل ان هو النتورك يبقى في الرينج دي. في بقى طبعا اللي هي ايه يعني الديبوجينج، او لما الاقي مشاكل ان انا اقدر احلها وهكذا، اللي هي اسمها مينتيننس او مينتينابيليتي. ماشي. فتقريبا يعني يعتبر كل الحاجات اللي احنا قلناها. في بعض بقى الاسئله ودي بتيجي في الام سي كيو، انا جايباها بس فور اكزامبل. يقول لك ايه اللايرز اللي موجوده في الاو اس اي ريفرنس موديل ومش موجوده في الهايبريد موديل، او ايه اللايرز اللي هنا وهنا ومش في التالت وهكذا. طب بقى ايه تلعب كده، المهم تبقى حافظ كل موديل فيهم في كام لاير واساميها ايه. فهو هنا بيقول لك البوتوم فور لايرز الموجودين في الاو اس اي وامثله عليهم. في الاو اس اي فيزيكال لاير، داتا لينك لاير، نتورك لاير، ترانسبورت لاير. امثله هنا قصده يا تقول بروتوكول يا تقول ديفايس، فانتوا عارفينهم بقى احنا قلناهم. مثلا بيقول لك شوف اللايرز اللي في الاو اس اي زيها بالظبط في التي سي بي اي بي موديل. هنا حد يقول لي انا ما حطيتش الداتا لينك ليه؟
هي التانية فيزيكال مش ال لا التانية ماسكة الفيزيكال وده تاني كتير. هي تعالوا طب نرجع له. يعني بصوا الـ OSI Reference Model كان فارش كل حاجة كده Physical Data Link Network مش عارف ايه. الـ TCP/IP عمل ايه بقى؟ دي ما بقتش اسمها Data Link Layer، دي بقى اسمها Network Interface، مش اسمها بس اللي اتغير الـ Functionality بتاعتها. بما ان هم شالوا الـ Layer اللي تحت فجزء منها الـ Related بالـ Network حطوه تبع الـ Layer دي، فالـ Layer دي بقت زي Layer ونص كده، فالفانكشناليتي بتاعتها مختلفه. ما نقدرش نقول ان دي زي الداتا لينك لير اللي في الهايبريد او في الاو اس اي ريفرنس مود، ماشي؟ فدي لا تساوي الداتا لينك لير اللي موجوده في الاو اس اي في الهايبريد، عشان كده ما حطيتهاش. نعم. الانترنت هنا هي النتورك. ايوه صح، لا النتورك هي دي، الانترنت هنا هي النتورك في الاو اس اي وفي الهايبريد. دي اسمها نتورك انترفيس مش نتورك بس، هي اسمها ملخبط وهم يعني زي ما انت شايفه مسمين الريفرنس موديل تي سي بي اي بي وما عندهم مشكله في الاسامي. طبعا مسميه تي سي بي واي بي دي اسامي بروتوكولز، بس ده مش معناه ان هو ما اشتغلش مع اي حد تاني يعني. طيب ماشي، في اسئله تانية؟ دي بقى حاجات ظريفة. مين يقول لي؟ مين اللي فاضي؟ فيزيكال صح؟ اللي بتدليفر الروبوتس هي الفيزيكال. مين؟ ترانسبورت، وممكن حد يقول ابلكيشن، ممكن حد يقول سيشن، يعني ترانسبورت وكل اللي فوقيها كله صح. مين بقى؟ نتورك. هي تايه من دماغك، اي اولها اف. دي اللي ايه؟ داتا لينك، هي دي الفانكشناليتي اللي اسمها فريمنج، يعني بقسم الستريم اللي جاي لي من المسج ليونتس اوف ترانسميشن، يعني بحولها لفريمز. اوكي، بحولها لفريمز وبعد كده ارمي الفريمز دي الفيزيكال لاير تبعتها، بس اللي بيديفايد اللي بيقسم الداتا لينك لير. بس تقريبا الدكتور قال ان النتورك هي نفسها بتقسم والفريمنج نفسه بتقسم بايه بقى؟ بس صح، ما كلهم ممكن يقسموا لو يعني لو السايز بتاعهم ممكن يتقسموا عادي جدا، بس اللي خلانا نقول انها داتا لينك لير ايه؟ رو بيتس اوف ستريم، يعني اخر واحد بيقسم قبل ما تتبعت للبيتس اوف ستريم، للبيتس اخر واحد بيقسم لحد ما توصل للبيتس. اوكي، فعلا يعني ما احنا في الجراف ده شفنا ان النتورك لاير ممكن تقسم الحاجات عادي جدا. كل لاير ليها كاباسيتي معينه، لو جالها الباكت اكبر منها بتقسمه عادي جدا. ها مين دي؟ ترانسبورت نتورك. ها نتورك، نتورك يعني راوتنج بس كده. خلاص دول احنا عندنا عليهم، دي احنا قلناها. اللي ايه محلوله كله محلوله، خلاص اللي باقي ده ايه. ندخل بقى في الليب، اديكم 5 دقايق امبليس وبريك امبليس عشان بس افتح حاجه الليب. هبدأ لكم السكشن من الاخر للاول، ما هنوصل لايه في الاخر، عايزين نعمل ايه. خلاص، فده جاست مجرد اكسرسايز نستخدم فيه الحاجات اللي احنا هنتعلمها المره دي. يعني عارفين اللعبه بتاعه النمبر جيسنج جيم؟ صح، اللي هو حد بيخمن رقم ويفضل ساكت والتاني يقول له هو الرقم ده 10 فيقول له لا، يقول له الرقم ده. هي في فيرجن منها صعبه ان انا اقول له، بتسهل شويه ان انا اقول له ايه اقلل شويه او اعلى شويه، وممكن اسيبها اللي هي بصعبها عليه خالص اقول له لا وخلاص، ما اقولوش غير ايه يس اور نو. هو ده اللي هنعمله النهارده، احنا بس هنخليه يقول له يس اور نو بس كده. الجي اي ده طبعا لا، الجي اي ده فور الستريشن، لكن احنا هنشتغل في النودز الصغنونه بتاعتنا بتاعت امنت جاست فور الستريشن. خلاص، فايه بقى اللي هيخلينا نقدر نعمل ده النهارده؟ هحتاج شويه تولز كده.
هستخدم حاجة اسمها parameters، يعني application زي ده صعب يتعمل من غير parameters، وممكن يكون شوية منكم استخدموها في ال requirement الأولاني، وممكن يتعمل parameters وممكن يتعمل بalternatives تانية. هنستخدم طبعا random number generators، فهنشوف ازاي بنستخدم ده في الاومنت، و هديكم هنت ازاي يعني امبورت بروجكتس عشان لما تيجوا تشتغلوا بقى في المشروع ازاي تنقلوا الفايلات وكده. طيب ايه بقى البارامترز دي؟ احنا هندي الجديد طبعا في النيد لانجوج. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الفاريبلز بس بتبلونج لموديول، فاريبلز بس في ايه؟ في النيد لانجوج، وطبعا هتبلونج لموديول. كل من السامبل والكومباوند موديولز يبقى ينفع يبقى عندهم بارامترز. احنا اخدنا المره اللي فاتت واحنا بنعرف السامبل موديول ان كان عندنا بنعرف الجيتس كسب سبست كده وبنحط جواها الجيتس بتاعتنا. نقدر نعمل برضو فوقيها يا تحتيها البارامترز، بس جرى العرف ان هي بتتعمل فوق يعني بارامترز، واقدر اعرف البارامترز بتاعتها. خلاص هنشوف دلوقتي التايبس بتاعتها وكل حاجه. البرامتر انا هدخل في التايبز الاول وبعدين هرجع لدول. اوكي، التايبز بتاعتي ممكن احط انه ممكن احط لها دبل انتجر بوليان سترنج، الكلام ده عادي هم عاملينها اشبه ما يكون بالسي بلس بلس، بس ما تنساش دايما ان انت ده النيد لانجوج. او في كاستم يونتس موجودين على في المانوال بتاعه، في حاجات يونتس تانية زي مثلا يعني هنا سترينج بروتوكول، انتجر مش عارف ايه، هقول لكم موضوع فولاتايل ده دلوقتي، دبل كذا، انتجر كذا، انتجر كذا، ماشي. يعني وممكن الدبل دي ما تبقاش مجرد دبل، يعني لو انا عايزه اعرفها الدبل ديت اليونت ديت بتديسكرايب سكندز مثلا، اوكي، او اليونت دي بتديسكرايب مش بس انتجر، ده كمان دي بتديسكرايب بايتس وحاجات زي كده. اليونت دي اوبشنال وانتوا مش هتستخدموها، فبس عشان بس لو شفتوها يعني. المهم عندي موضوع الفولاتايل ده، طبعا هي حاجه اوبشنال ممكن احطها جنب البارامتر او لا. الفولاتايل دي لما انا بحطها جنب البارامتر معناها ان انا بقول للكومبايلر، مش كومبايلر بقى، بقول وهو بيكسكيوت الكود كل مره بيجي يبص الفاريبل ده فيه كام بيفقد الذاكره. كل مره يجي يبص، يعني مثلا هاجي اكسس الباكت لينس ده وانا باكسكيوت الكود، يجي يبص على الباكت لينس ده فيه كام ينسى هو كان فيه كام. دي هتفيد في ايه بقى؟ لو انا عامله اساين مثلا باكت لينس ده كاوتبوت من فانكشن، واقدر اعملها كاوتبوت من فانكشن. لو انا عاملاه كاوتبوت من فانكشن هيروح يعمل ايه؟ يكسكيوت الفانكشن دي من اول وجديد. لو فيها حاجه بتتغير مع الوقت يبقى ساعتها كل مره هاجي اكسس الفاريبل ده هياخد فاليو جديد. طب ايه الفانكشن اللي كل مره برنها بتتغير مع الوقت؟ اكيد راندوم نمبر جنريترز، والحاجات بتعتمد على التايم ستامب اللي هي التايم ستامب وهكذا. او لو انا زي في الحاله دي اديت له رقم ثابت ديفولت، ده هقول لكم عليه دلوقتي، بس اديت له رقم ثابت 100 او 1000 او اي حاجه من الحاجات دي، خلاص هو اما يجي اكسسه هينسى كان فيه كام، فيروح للسطر بتاع الاساينمنت بتاعه ويحط فيه ال100. فهو لو الرقم كونستنت خلاص يبقى هي كانها اتعرفت حتى نون فولاتايل. بس لو حاجه فولاتايل وبتاخد فاليو بتاعتها من فانكشن بتتغير مع الوقت، ساعتها كل مره هاجي اكسس فيها الفاريبل ده هياخد فاليو جديد. ده مفيد في ايه؟ في random number generators اللي احنا هنستخدمها النهاردة، عشان كده انا بتكلم عليها. ايه بقى موضوع الديفولت ده؟ احنا عندنا، احنا فاكرين الهيراركيكال موديل بتاع الاومنت اللي احنا اخدناه المرة اللي فاتت صح؟ انه في كومباوند موديول ده اللي بيبدأ الكود الانيشاليزيشن والاكسكيوشن منه، ثم بيدخل للموديولز اللي جواه لحد ما يوصل للسمبل موديول. برضه ده بينطبق على الفاريبلز، لان لو انا عندي فاريبل او بارامتر متعرف ومحطوط له فاليو فوق في الكومباوند موديول، المور سبيسيفيك هت اوفر رايتد، المور سبيسيفيك هت اوفر رايتد. طب لو مفيش خالص بيروح يبص في الكونفيجريشن، تمام؟
فانا لما بكتب الديفولت دي بديها امكانيه ان هي تحصل لها اوفر رايت بعد كده. يعني الديفولت ديت لو انت لقيت بعد كده حاجه مختلفه غيرها فيما بعد، ما حطيتهاش ديفولت هتتعامل كانها كونست. تمام. لو لقى حاجه سبيسيفيك اكتر في الديفولت هيغيرها. يعني لو انا كتبتها ب 100 خلاص مش هتتغير تاني، يعني هتفضل ثابته. الديفولت الديفولت بقى هتخليها تتغير بعد كده لو لقاها في المور سبيسيفيك، لقاها فاليو مختلفه هيغيرها. هو كل مره بص على الداتا بتاعي عشان هو يحسب ده، هيبص على الفاليو هي ستيت هي بص برده انا جديد كل مره. مش سامعاك كويس. الموضوع البروتايب ده لو انا استخدمها في ستيت ده غير الفاليو اللي بعديها هينزل خالص لا، كل مره هتيجي تاكسسيها هينزل الفاليو اللي كانت فيها ويروح يدور على اخر اسايمنت ويحطها. يعني اخر مره اتحط فيها فاليو، اخر سطر في الكود كان بيتحط فيها فاليو. ايوه، هي لو رقم كونستانت هيبقى كانه منسيش في الاخر، بس لو هي بتتحط بفاليو طالعه من فانكشن، الفانكشن دي بتتغير مع الوقت، ساعتها كل مره هتيجي تاكسسي الفاريبل ده هيديك رقم مختلف. زي مثلا لو انا مخليها بتساوي مثلا اكس بتساوي بسامبل من يونيفورم ديستريبيوشن، فانكشن اللي هي يونيفورم اللي بتطلع لك رقم راندوم مثلا من ال بي. الفانكشن دي لما اجي اكسسها دلوقتي غير بعدين. صح، كل مره تطلع لي رقم مختلف. بروفايل اكس ايوه. صح، هي هتبقى فولتايل وهو هينسى بس هيرجع يحط فيها كونستانت، انما غير لما احط فيها فانكشن بتتغير مع الوقت. لو ما حطيتهاش فولتايل مع فانكشن بتتغير مع الوقت، ايه اللي هيحصل؟ اول مره هتبقى راندوم بعد كده تثبت. هو دلوقتي حضرتك بتقولي غير ديفولت مش عارف اغيرها تاني، يعني هو لو نفس الفاريبل انا معرفاه في الابر موديول او الكومباوند وجيت حطيت له رقم تاني في السبيسيفيك، لو هو ديفولت السبيسيفيك هي اوفر رايت الكومباوند، لو مش ديفولت خلص مش هي اوفر رايت. شو ماشي كده طبعا الهيراركي في الموديل بتاعه. هو عشان بس البروتايل لا ملوش، يعني ديفولت غير البروتايل ده كونسبت، ده كونسبت. يعني ديفولت بيخليه مثلا ياخد البروتايل مش كده. دي كانت اشكال اليونتس، بس انتوا جاوش دماغكم فيها مش هنستخدمها خالص. طيب دي مثلا الفولاتايل دي معناها انه كل ما بيجي اكسس الفاريبل بينسى كان فيه كام، فبيرجع يجيب الانيشال فاليو بتاعته، ولا لو عملت اسايمنت جديد بيجيب اخر اسايمنت قبليها. يعني طيب دلوقتي في طريقه من الطرق كتير بقى هنبص عليهم ازاي ان احنا ممكن يعني نحط فاليوز جوه البارامترز. في طريقه كتير، يعني غير ان انا وقت التعريف او وقت الديفينيشن احط فيه اسايمنت، في طرق تانية كتير. مثلا هنا ده مثال، انا هنا عندي سامبل كيو. سامبل كيو ده سامبل موديول عادي جدا زي اللي هو تيك او توك اللي انتوا عملتوه المره اللي فاتت او نود، وكان متعرف فيه بارامتر كاباسيتي ومش محطوط فيه فاليو. اقدر اعرفه في الكومباوند موديول اللي بياخده، او اقدر اعرفه بطريقه تانية. مثلا ممكن اعمل له ده دي انهيرتنس سامبل باوندد كيو اكستنس كيو، ده انهيرتنس، فممكن اعمل منه انهيرتنس واساين ساعتها الكاباسيتي ايكوال 10، وهنا انا مش بعمله ريديفينيشن، انا بعمل اساين. وانا لو ما كنتش حطيت له فاليو هنا هياخد بقى الفاليو ايه من المور سبيسيفيك. ساعتها لما اجي اكسس الباوندد كيو هلاقي دايما الكاباسيتي فيه ايه ب 10. عادي، طريقه عاديه زي الكلاسز لما كنت بتعمل انهيرتنس، بسيطه يعني. طيب طريقة تانية اللي هي الطريقة بتاعت الديفولت اللي احنا شفناها دلوقتي. طريقة تالتة هنا مثلا كان عندنا عاملين سيمبل موديول اسمه بينج اب. تمام، سيمبل موديول اسمه بينج اب، وكان جواه باكت لينس كبارامتر وما كانش محطوط له فاليو. فوقت اما جيت اعمل له انكلود جوه كومباوند موديول كبير اسمه هوست، كده حطيته جوه السب موديولز، اقدر اجي وافتح كيرلي براكتس واحط الفاليو بتاعت الباكت لينس بقى ده اللي هو البارامتر بتاع البينج اب.
ده سيمبل موديول وده كومباوند موديول، فينفع احطه كده برده. بينج بقى معناه ايه؟ الموديول اسمه بينج اد، بينج بالحاجات دي معناه ايه؟ هو هنا بينج دي اللي هي ان انا بتست يعني السايت اللي قدامي ده انا كونكتد بيه ولا لا، يعني ده كوماند بينج. اه الكوماند بينج يعني اه اكزامبل يعني مش اه ده ده اسم يعني. فاكر لما كنا عرفنا المره اللي فاتت نود زيرو اوف تايب نود، اما خدنا انستنس من السمبل موديول نود وسميناه نود زيرو، خدنا انستنس ثانيه وسميناه نود 1، او انت في الريكويرمنت سميته تيك، هتيك هتلاقيها كولن بعدين نود اللي هو اسم سمبل انستنشيش. ودي السب موديولز دي كنت لو فتحت اللي هي الباكج دوت نت السورس بتاعها هتلاقي جواها سمبل موديول، هتلاقي جواها الاليمنتس بتاعها. طيب اقدر بقى احط له برده طريقه بقى سهله شويه اللي هي بتاعه الوايلد كاردز، بس لو استخدمتها استخدمها بحذر، يكون عندك يعني وعي شويه البارامترز اللي انت هتقصين لها دي فين. ليه؟ في حاجه اسمها وايلد كاردز اللي هي شويه كاركترز كده، بقول له دور في البروجكت كله، هنشوفها دلوقتي، دور في البروجكت كله على بارامتر اسمه تايم تو ليف وحط له فاليو بكذا. تمام؟ ف لو انا مثلا عندي هوست دول سب موديولز، دول سمبل موديولز وكان جواهم تايم تو ليف وديستنيشن ادرس، ما كانش فيهم حاجه فاليوز خالص مش اساين، وجيت هنا عملت كومباوند موديول نتورك اوكي، وجيت هنا اقدر ان انا اعمل وايلد كارد، اقول له دور على وايلد كارد اللي هي استريكس استريكس كل حاجه اسمها تايم تو ليف حطها بالكلام ده. مورفر عاده ما بيتحطش بقى الكلام ده في الكومباوند موديول، لو انت هتستخدم وايلد كارد بيقوموا شايلينهم وحاطينهم في الفايل اللي هو اسمه دوت اين اي بتاع الكونفيجريشن فايل، فبيقوم عاملها كده بقى بالشكل ده. طيب ايه الاستريكس استريكس دي؟ تعالوا نشوفها بالتفاصيل. لا دي طب خلينا ناخد الوايلد كاردز ونرجع لها تاني. بيقول لك انتوا خدتوا كومبايلرز ولا لسه او هتاخدوها؟ ماشي، هي الكومبايلرز فيها الكلام دوت. هو اصلا كومبايلر بيعمل ايه؟ الكومبايلر البدائي جدا بيروح يدور على بارس، بيروح يدور على باترن، على كلام معين. يعني لو لقى مثلا فاريبل معين، الفاريبل ده هيبقى ليه باترن معين في تسميته، شويه كاركترز ملزوقين مع شويه نمبرز وكده، فبيفضل يدور يماتش على باترن معين باي لينس. فهنا مثلا الاستريكس الواحده بيقعد يدور على باترن اي زيرو اور مور نمبر اوف كاركترز اي لينس مفصوله بالدوت ما عدا الدوت. استريكس استريكس بيدور على زيرو اور مور كاركترز اني كاركتر حتى الدوت. هو الدوت هنا بيستخدمها كليفلت، يعني انا مثلا لو انا عندي كومباوند موديول جواه سيمبل جواه مش عارف ايه، الدوت دي بتنقلني ليفلز. فدي معناها ان هو هيدور في الليفل اللي انا فيه على اي باترن، على اي بارامتر، على اي اسم فاريبل، بس في الليفل اللي انا فيه بس. دي هينزل كمان في الدوتس وينزل مره كمان، ينزل ليفلز كمان، كل الدوتس كل الليفلز. فدي معناه انه هيدور في البروجكت كله من الاخر. يعني هنا مثلا لو انا عايزه ادور على اي كاركتر في الرينج ده، تمام؟ دي مثلا على اي كاركتر مش في الرينج ده، دي على اي رقم في الرينج ده، وهكذا. فدول شويه وايلد كاردز. هنا بقى احنا مستخدمينها ازاي؟ نرجع لها تاني. هنا مثلا انا جيت قلت دوت استريكس استريكس، يعني دور في البروجكت كله على اي حاجه فيها اللي هو بينج ده اللي هو كان سيمبل موديول جواه البارامتر اسمه سند انترفل اساينت بايه؟ ب 50 ملي ثانيه. بما ان دي حاجه جينيريك في البروجكت كله اقدر احطها يا في الكومباوند موديول يا اما احطها في الدوت اين اي فايل، هيشوفها برده. دي مثلا ده شكلها في الدوت اين اي فايل، بتحطها جوه البارامترز. لو هتحطها في الدوت اين اي هتحطها في السطر لوحدها كده بس. ممكن اشيلها دي، ممكن تتشيل. لانه هيدور في اي دوت، فدي ممكن تتشيل فعلا. ده ايه؟ configuration file.
ما هو الداتا اي ان اي هيبقى باصص في نفس الليفل اللي الكومباوند موديول باصص فيه عند البيرنت كبير خالص. اه يعني لو انا هو ده الديفولت ده كده من ناحيه البيرنت. لو في حد بعد كده سبيسيفيك مديله حاجه هياخد السبيسيفيك. انا بتكلم لو ما كتبتش ديفولت هيتثبت بالثلاثه. النت فايل كتب ديفولت 3 مثلا وهنا في الكونفيج فايل كتب 5. اه ده هي اوفررايد ده ولا ده؟ دي مش عارفه نجربها ونشوف. يعني مش عارفه الدوت اين اي فوق الكومباوند ولا العكس مش عارفه. ده ده جوه الكومباوند وده جوه الدوت اين اي يعني ده فايل وده فايل. هو مش ده مديول يعني بعد الكومباوند؟ ما هو الدوت اي ان اي فايل ده كونفيجريشن بس مين فيهم بيوفر رايت مين دي انا مش عارفها بالظبط. يعني هل هو بيوفر رايت الكومباوند ولا الكومباوند بيوفر رايت ولا مش عارفه مش عارفه بالظبط. يعني دي امثله استخدام الوايلد كاردز اهي. هنا بنستخدمها مع الليست بس الليست انا هديكوا السكشن الجاي الليست بقى والجيت اريز والكلام ده فخلوه للمره الجايه يعني ان شاء الله هتبان اكتر. يعني نيجي بقى للكلام الظريف. انا دلوقتي عندي بارامتر في النيد لانجوج ماشي زي الجيت كده اللي كانت في النيد لانجوج. احتجت في وقت من الاوقات في السي بلس بلس ان انا اكسس البارامتر ده. اعملها ازاي؟ دي لانجوج وانا سي بلس بلس دي نيد لانجوج وانا سي بلس بلس. في طريقه ثرو فانكشن اسمها بارامتر او بار. تعال بس ناخد مثال كده واضح. انا عندي دلوقتي السمبل نود اللي عملناها المره اللي فاتت حطينا فيها بارامتر ليميت وادينا له الديفولت بتاعه بخمسه والجيتس عادي بتاعته. جيت هنا ده في النود دوت سي سي يعني ده فايل بتاع النيد لانجوج وده في النود دوت سي سي فايل التاني. جيت هنا عايز اقارن انا عندي كاونتر معين في سي بلس بلس وعايز اقارنه وصل للليميت ده ولا لا. فده لو جيت قلت اف الكاونتر ايكوال ايكوال ليميت على طول مش هيعرف الليميت ده مش هيفهمه خالص لان ده حاجه النيد لانجوج. زي المره اللي فاتت في الجيت النيد لانجوج عملناها ازاي حطيناها جوه ايه سترينج صح جوه دبل كوتس. هنا كمان بقى انا محتاج اعرفه ان ده بارامتر مش جيت هو ده المره دي بارامتر فاحطه جوه فانكشن بار ثم عايز اشوف الريتيرن تايب بتاعتها ايه لان هو هو هنا في النيد لانجوج بتعرف انتجر بس الانتجر بتاع النيد لانجوج غير الانتجر بتاع السي بلس بلس ده انتجر وده انتجر. فدي الفانكشن اللي بتكونفرت من الانتجر بتاع النيد لانجوج للانتجر بتاع الايه السي بلس بلس. وفي زيها بقى ايه دبل سترينج لونج على حسب هي كانت ايه في النيد لانجوج. تمام انا فاهم الحاجه بس ايه البارامتر دي اصلا هنستخدمها في ايه يعني هنكمل كام سلايد كده لا لسه ما بنتش هقول خلاص. فدي مثلا دوت لونج فاليو وفي اوتوماتيك كاستنج للسبيسيفيك تايبس بتاعه البوليان والانتجر واللونج والدبل بس من ماي اكسبيرينس يعني بتشتغلش طول الوقت فخليك في الكاستنج السبيسيفيك يعني تبقى ضامن يعني. طبعا ما يعني ما تلخبطش ما بين الداتا ممبرز بتاعه السي بلس بلس والبارامتر بتاع النت. انا لو انا جيت في النود اصلا كلاس نود دوت اتش وعرفت انتجر كاونتر ده اقدر اكسسه كاونتر عادي جدا في السي بلس بلس. انما ليميت ده كان متعرف فين او ليميت في النيد لانجوج ما تلخبطش ما بين الاثنين. نيجي بقى للبيس التانية اللي محتاجينها عشان الصورة تكمل اللي هي راندوم نمبر جنريتور عشان نعمل اللعبة بتاعتنا. في طبعا في السي بلس بلس راندوم نمبر جنريتور مش مشكلة يعني ممكن تستخدم بتاعت السي بلس بلس بس انا برضو حابة اقول لك ان في النت لانجوج راندوم نمبر جنريتورز ولطيفة يعني مش محتاجة حتى انكلود انت بتحطها كده على طول. منهم واحدة اللي هنستخدمها النهاردة اللي هي يونيفورم بس في طبعا زيها كتير في اكسبوننشال وفي بواسون وفي في حاجات كتير. اليونيفورم دي زي بتاعت السي بلس بلس هي الاي انكلوزيف والبي اكسكلوزيف. فدي هتريتيرن راندوم نمبر من الرينج ده وعلشان نثبت السيد بقى يعني الناس كلها تبقى شغاله بنفس الراندوم سيد دي طريقه السيتنج بتاعت السيد وبنحطها في الدوت اي ان اي سيد داش ست حطها برقم مثلا خلي 5 2 2 ده عشان يبقى موحد ما بيننا كلنا.
نقدر نعمل بقى الكلام ده ولا لا؟ احنا المفروض ان احنا عايزين بلاير 1 يجنريت راندوم نمبر هات بلونج للجيم، فدي هنعملها اكيد باني نوع من الفاريبلز. ها هيبقى بارامتر ونوعه ايه؟ ها فولاتايل ولا نون فولاتايل؟ لازم يبقى فولاتايل. ده فكروا فيها كده، يعني البلاير الاولاني اللي هو هيفكر في الرقم وهيخبيه. ها ده مش فولاتايل بس هيبقى ايه؟ راندوم، صح كده؟ فدي اول مره، اول حاجه. بعد كده عايزينه يبقى ثابت، ده اكيد مش عايزينه فولاتايل. ثم التاني بقى هيعمل ايه؟ البلاير التاني ده اللي عايزينه ايه؟ راندوم وفولاتايل. طب دي بارامترز صح؟ اكستشينج بقى مع سي بلس بلس كود، لان انا لما اعمل هاندل مسج والمسج تجيلي وتبعت لي وارد بارقام والكلام ده، يبقى انا محتاجه اغير ايه؟ من البارامتر للسي بلس بلس، فمحتاج الفانكشن اللي هي بتاعت البارامتر واللي هي تو انت فاليو او دبل فاليو او حاجه زي كده. خلاص كده؟ جاوبت على سؤالك ولا لسه؟ يعني بدل ما ببعت حاجه في المسج ببعتها في البارامتر. لا هتبعت المسج وكل حاجه، بس المسج سي بلس بلس، البارامتر ده ديد لانج. ايوه يعني انا مثلا عايز ابعت رقم، ليه ما بقعدش في المسج ما بعتوش في يعني ممكن انت عايز تستخدم بس الفاريبلز بتاعت البلس صح؟ آه هتعمل فيها فولاتايل يعني بقى ازاي؟ ساعتها هتحتاج ان انت تكل الفانكشن كل مره. أوكي. هي دوبل، بس انا عايزاك تتدرب على البارامتر لان احنا هنحتاجها في ابلكيشنز مور difficult. يعني هي الكلام ده ينفع طبعا يتعمل من غير بارامتر، بس انا عايزاك بس تتدرب عليها لان هنحتاجها في المشروع. كده لو عملت السندر والريسيفر هم نفس السندر. افرم عليك. بص هي فين؟ هي في هنت هنا، هي دي اللي انت بتسال فيها. هنا مهم قوي ان انا افكر، انا هعمل طبعا تو نودز بلاير 1 وبلاير 2. هل دلوقتي بقى يعني سامبل موديول واحد هينفع يمبلمنت الفانكشناليتي دي ولا لا؟ هي لو عملتها ينفع تمشي، بس هتبقى كومبليكيتد قوي. يعني ما تعقدهاش على نفسك كده، سامبل موديولز كتير على قفا من يشيل، اعمل سامبل موديول بلاير 1 وواحد تاني بلاير 2، سهل على نفسك يعني. ماشي، بس دي بقى الريكويرمنت، فانت يعني تقراها والدنيا هتبقى سهله جدا في البيت. عشان الارقام من زيرو لتاني ممكن تتفهم ولا ايه؟ يعني تسيبه معانا وتكلم معاك؟ رينجز فروم انكلوزيف كله من زيرو لعشره انكلوزيف. طب ايه اللي ينفع فعلا تعمل الناس ازاي؟ يعني انا بقى هو بعت لي طب خليني اقولها للناس كلها. احنا في البدايه البلاير الاولاني هيجنريت رقم راندوم وهيبرنته في الكونسول، وخلي بالك ده هيبقى كونستانت ثرو الاكسرسايز كله. وطبعا عشان انا في ناس، بس طبعا مش سمستر يعني حق ربنا، في ناس قبل كده بعتوا الرقم ده للبلاير تاني. يعني شو والله اضطريت اكتبها، انا شلتها باين علشان يعني في مره اضطريت اكتبها. يعني اكيد اكيد البلاير 1 مش هيبعت رقم الجيسنج البلاير 2. طيب وبلاير 2 بقى هيراندملي تشوز رقم منهم من 0 ل 10 وهيبعته، والاولاني هيرد كوركت جيس ولا رونج جيس. ده جوه المسج، كل ده جوه المسج. في حاجه ثانيه كنت عايزه اقول لكم عليها، في فانكشن زي جيت نيم اللي خدناها المره اللي فاتت دي، في سيت نيم. هتلاقي في ناس منكم يعني عرفتها واستخدمتها. سيت نيم دي بتغير النيم بقى من غير ما اعمل نيو مسج والكلام ده، فتقدر تستخدم مسج واحده تغير فيها النيم كل مره وخلاص. فري يور ميموري، الكانسل اند ديليت يا شباب لازم لو حد جرب يستخدمها في اللاب الاولاني هيبقى فاهم هي بتشتغل ازاي. لو محدش جرب يستخدمها الكانسل اند ديليت، لازم ان انت لما بتديليت المسج تكون مفيش حد لا انت ولا غيرك هيستخدمها تاني. انت كده كده في البدايه بتعمل نيو. لا بعد ما كنسل هي الفكره، بس في ايه؟ ما ينفعش تكنسل مسج انت بعتها، هي دي اللي بتعمل يعني. دي هي دي اللي انا عايزه بس انبه الناس عليها. ممكن تكون انت ما بعتهاش، ما عملتلهاش سند. لو في مسج اتعمل لها سند يا شباب خلاص، وانا قررت ان دي اخر مره هي هتتبعت في حياتها، يعني مفيش حد عايز يبعتها تاني.
وجيت قلت خلاص طب انا هكنسلها كنسل اند ديليت. ايه اللي هيحصل؟ السطرين دول كده ورا بعض الرساله هتروح تقعد جوه الايفنت كيو ماشي، وبعدين على حسب بقى هو راح التاني استلمها الاول ولا انت كنسلتها الاول، فـ unexpected behavior وممكن تضرب يعني ممكن تطلع run time error. ما هي اللي هي delete دي هتشتغل زي C++. احنا عايزين ما نعملش كده مع المسجز لان هي هتروح الايفنت كيو، فما تعملش معاها كده. القصد من الكلام ده ايه؟ ما هو القصد ايه بقى؟ يوز كانسل اند ديليت لو هتمسح، دي اول حاجه مش هستخدم الديليت العاديه. طب استخدم بقى كانسل اند ديليت امتى؟ لرساله تخصني انا وما بعتهاش لحد تاني، يعني اكون انا الفاينل ديستنيشن بتاعها من الاخر. بس كده رساله انا جايالي وانا مش هبعتها تاني، انما لو انا بعتها ما ينفعش امسحها لانها ما بقتش بتاعتي. انت قصدي لا، ما مش طبيعي ان انا اكنسلها وانا اقدر استخدمها تاني، يعني مش طبيعي ان انا امسحها واعمل نيو وما اقدر اعمل ست نيم وابعتها تاني، فاهم قصدي؟ ايوه يعني قصدي لو انا جات لي رساله وعملت لها ست نيم وغيرت النيم وبعتها تاني ما عملتش بعد ما اعمل سند كانسل اند ديليت، ده مش صح لانها ما بقتش بتاعتي. انما لو انت هتمسحي البوينتر خالص تعملي بوينتر جديد بنيو مسج وحاجه زي كده اتس اوكي، بس طبعا مش فيش مشكله. بس دي بقى الخطوات ازاي امبورت بروجكت، اكيد يعني مش هقولها لكم هنا بس ببص عليها عشان لما تحتاجوا ان انتوا تامبورت. بس حد عنده اي سؤال؟ يعني اشوفكم المره الجايه ان شاء الله. شكرا.